واصاب الخوت، معكم سولو ابرا في فيديو جديد. المهم الدراري، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرتاحين. اليوم كما شفتوا في المينياتور جبت لكم مقارنه بين هاد جوج دوك جوج السكينات، يعني ندير واحد المقارنه اللي خفيفه ظريفه في تركيبات ملابس. وبغيت نقول لكم الدراري، راه غنبدا بواحد السلسله جديده ديال واحد السلسله هي تعليميه، نقدروا نقولوا عليها تعليميه. يعني بقوا نشدوا مثلا فيديو ديال مثلا بحال جاك، بحال المستقعدين، بحال ريوك، وندير لهم واحد الاستفسار كيفاش كيلعبوا، كيفاش كيقصروا. المهم الدراري، الا بغيتوا هاد السلسله تستناوني نشريها واحد المايك ميكروفون ان شاء الله، باش يكون الصوت هو هذاك تيز فيتاس. ولا بغيتوا ديك السلسله الدراري باش نوعوا شويه من التركيبات ملابس، الا بغيتوها بانوا عندي في لي كومونتير، بانوا عندي في اللايكات. الناس اللي كيديروا لي اللايكات بانوا عندي في لي كومونتير، بقات كومونتير الدراري باش يتري كوموندا الفيديو. واللي ما كيديرش لايك وكومونتير عاوننا اخويا بشي دعوه، الله يسهل عليك ولا شي حاجه، راه اللايك وكومونتير فابور. وبغيت نقول لكم الدراري بلي هاد السلسله هادي ديال التركيبات راه غادي فهمتي، راه هادو من اواخر الفيديوهات عليها. يعني صافي تقريبا درنا ماكسيموم ديال الملابس التركيبات عليهم، يعني سلسله صافي بلا ما نحمضوها اصلا ما كتجيبش شي تفاعل نيتها. يعني راه 6 شهور كندير فيها وعاد 1000 ابوني، يعني ماشي ما عندهاش واحد الجمهور اللي كبير. واللي باغيها باقي تستمر بقاو نديروها بعض المرات، مثلا فيديو عليها في السيمانه ولا المهم في 2 سيمانات، يبان ليا في لي كومونتير ويبان في اللايكات. بغيتكم الدراري تفرجوا هذا الفيديو هذا في اللايكات. وهادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو، بلا ما نطول عليكم مقدمه، يلا نخليكم مع التركيبات. لونسي داك الانترو. But you know I never